بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض من عليها وانت خير الوارثين، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله، عدد ما في علم الله، صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك وزير شارك لأهلك أهلي ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين مقاتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالي، وتتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السارقين، ولحقك وحقي من المؤدين، ولعهد من الحامل. اللهم إنا لنا أتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذننا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل والمؤمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره، وعم بركته وشريف بجهاد أولادنا ووالدينا ولقدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدمرة الدين القومي بجميع الأقطار منشورة، معلم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروب، واقضي دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل في بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعارضين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين بسر الفاتحة.